هذا الشخص يجب ان يتم التبليغ عليه لاقرب مستشفى للامراض العقليه، ولا يجب مناقشته في هذه المنصه. مع احترامي لك اخوي ابي طالب، كيف يعقل لا ما انه لا يقول لك تم التوقيع مع شركه وهميه غير موجوده غير مسجله لا اساس لها، ويتم يعني حينما نقول اخر كلمه احترامي تتم بغلنه الشعب الجزائري الشقيق بهذه المصطلحات؟ يعني نعم لا تفضل انا شوف، لاحظ انني لم اقطع في كلمه نعم واحده، وقال في مقال وحاول شخصنة النقاش. وانا يا احترام للمنصه ديالك اخي ابي طالب، وانت تعلم يعني قيمتكم وقامتكم عندنا وعند المغاربه، والا فان المتابعين يعلمون اني صليت اللسان في هذه الامور هذه. فالنقطه الاولى هناك يا اخي ابي طالب، هناك علاقه حب الى درجه يعني التيم والى درجه الولع ما بين الجزائر وتقرير المصير، لان هي منتوج ديال تقرير المصير وليس اي تقرير مصير. الجزائر هي الكيان الوحيد في تاريخ البشريه التي قرر تاريخ التي قرر مصيرها شعب اخر. يعني ان دوغول، وهذه معلومه تاريخيه لا نسب احدا، يعني دوغول عرض على الفرنسيين استفتاء ديال 8 يناير 1961، هل تقبلون ان نمنح للجزائريين حق تقرير مصيرهم؟ لان يقول دوغول في كتابه ميموري ديسكور في هو 5 ديال ليطون، يقول لك على خلاف تونس والمغرب لم نجد صيغه لتتاسس دوله اسمها الجزائر، لذلك ارتأينا الى استشاره الشعب الفرنسي على مساله تقرير المصير ديال هذا الشعب الذي كان ينتمي الى لو ديبارتمون فرونسي. وهذا الكلام لم اقله انا، يعني قاله بوتفليقه، الكتاب ديال السفير الفرنسي كزافي دريون كورت لينيغ من الجيريا، تحصل عليه خويا ابي طالب، كنظن تكون قريتي، يعني الذي قضى ولايتين في الجزائر 2008 2012 و2017 2020، عاصر بوتفليقه وعاصر البدايه ديال تبون والحراك. فهو يقول انه سنه 2012 حينما اراد ان يغادر الجزائر قلت ذهبت للسلام على عبد العزيز بوتفليقه، والكتاب عندي اخي ابي طالب ونوض نجيب لك الصفحه. قال له حينما اراد ان يودعه، قال له انني الومكم انكم تتعاملون مع المغرب تعامل تفضيلي، ان تريتمون بريفيرونسيال، مع ان المغرب كان مجرد محميه فرنسيه. الور كل الجيري ايتي ان ديبارتمون فرونسي، كنا جزءا من فرنسا، كنا جزءا من فرنسا. هذا السفير الفرنسي والكتاب هو موجود. ثم بعد اتفاقية إيفيون ديال مارس 1962 قام دوغول بتنظيم استفتاء آخر في فرنسا في 8 أبريل 1962، هل تقبلون مخرجات اتفاقية إيفيون؟ وصوت عليه الفرنسيون. وفي مرتبة ثالثة جاء الاستفتاء ديال 1 يوليوز 1962 الذي صوت عليه الجزائريون. وبالمناسبه جميع الدلائل والقرائن تقول بان ذاك الاستفتاء كان كله مزورا، يعني كان عدد السكان هو 10.6 مليون سنه 1962، 55% منهم اقل من 21 سنه، يعني اقل من سن التصويت. المفروض ان الهيئه الناخبه التي ستصوت هي 4.770 مليون، فيما المسجلون في اللوائح الانتخابيه كانوا 6.5 مليون. هل تعلم يا أخي أن في مناطق مثل باتنا ومثل الواحات كانت نسبة المشاركة، لا أقول نسبة التصويت بنعم، نسبة المشاركة 99.99%، نسبة المشاركة وهي نسبة مستحيلة. لذلك أنا أقول بأن ما بني على باطل فهو باطل. أصلا تقرير المصير وذاك التصويت الذي وقع في يوليوز 1962 لا قيمة له قانونية. لذلك نشأ هذا العشق ما بين الجزائر وتقرير المصير، لأنها تعلم بأنها نقطة ضعفها، بأن شعب آخر هو من قرر في تواجدها وفي ميلادها. ثانيا يقول لك أخي، أنت تقول له أن المغرب هو من تقدم وبإدراج هذه النقطة أديال تصفية الاستعمار سنة 1963 أمام الأمم المتحدة، وهو يقول لك أن الأمم المتحدة هي من اقترحت على الأمم المتحدة بإدراج هذه النقطة في لوائح الأمم المتحدة. يعني لكي تفهم هذا الخطاب لا يجب عليك أن تكون دارسا للقانون الدولي، ولا يجب أن تكون دارسا للعلاقات الدولية أو القانون الدستوري، يجب أن تكون مطلع على كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي لكي تفهم هذه الطريقة في النقاش.
يعني أنت تقول له طرف دولة قدمت هذا الطلب، وهو يقول لك ألا، الأمم المتحدة قدمت هذا الطلب للأمم المتحدة لكي تناقشه الأمم المتحدة، أفهم أنت؟ ثم يقول لك أن جبهة البوليزاريو تارة يطلق عليها الجبهة، وتارة يطلق عليها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وأنا لا أعلم أنها عربية وليست عضوا حتى في جميع الدول العربية، ويقول لك أنه وقع اتفاقيات للتنقيب على البترول في السواحل ديال المحيط الأطلسي. هذا الشخص يجب أن يتم التبليغ عليه لأقرب مستشفى للأمراض العقلية، ولا يجب مناقشته في هذه المنصة. مع احترامي لك أخوي أبي طالب، كيف يعقل نعم أنه أنا يقول لك تم التوقيع مع شركة وهمية غير موجودة غير مسجلة لا أساس لها، ويتم يعني حينما نقول أخي الكريم مع احترامي تتم بغلنة الشعب الجزائري الشقيق بهذه المصطلحات. يعني هو يقول لك أنه الجزائر لا علاقة لها بهذا الملف، والسيد مستعد أن يستشهد من أجل النزاع المفترع الذي لا علاقة للجزائريين. النزاع حول الصحراء الغربية المغربية ليست قضية الشعب الجزائري، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ليست قضيته بالأساس. والمشكل أن كل من يقول كلمة ضد التوجه السياسي للنظام الجزائري مصيره السجن وأقبية السجون، لذلك هؤلاء لا تتحدث لهم بمنطقة. أنا أقول لك نقطة مهمة وخطيرة ولن يستطيع أي جزائري أن يجيب عنها، تطهير معبر القرقارات قام به المغرب من خلال تدخل عسكري وأمني، وحطمت فيه جميع الأرقام القياسية في المسافات القصيرة والطويلة، ولم يتركوا البوليزارو إلا صناديقهم في المنطقة، ولم يتحدث لا مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أنا الأمين العام للأمم المتحدة، ولم جملة دكتور أخيرة أنا ولم قلت ينبذوا أنه ببنت شفاء. آخر أنا قلت أن قضية الجرجلات كانت المسمار الأخير الذي ضرب في نعش هذه القضية. لا أكثر من ذلك أستاذي الفاضل، أنا هدي وأختم ألتحق بالبيت، أنه هذه النقطة ديال القرقارات، شوف هناك الاعتراف، لا اعتراف، لا يفرقوا بين الاعتراف الضمني والاعتراف الرسمي، هناك اعتراف ضمني بمغربية الصحراء حتى من الأمم المتحدة. حينما لا تعترض الأمم المتحدة على تدخلك العسكري والأمني في منطقة أنت تعتبرها متنازلا عليها ولا تقول ولو كلمة، وبذلك يعني تعترف ضمنيا بأن صحيح المغرب قام بتحرك سيادي داخل التراب ديالو، وإلا لو كانت لم لا تعترف بسيادة المغرب لاعترف لقالت بأنه اجتياح لتلك المنطقة، وكان على المغرب أن يسلك الطرق الدبلوماسية، ولم يكن على المغرب أنه يتسرع ويلجأ إلى القوة في حلحلة هذا الإشكال الطارئ على المينورسو. لم يتكلم أي شخص. لذلك أنا أقول بأن هذا الملف يعيش ساعاته الطويلة حتى يعم الاستقرار والأمن للمنطقة، وتعود العلاقات المغربية الموريطانية كما كانت دائما، لأنهم صحيح أناس أقرب إلينا في المنطقة على المستوى العائلي، على المستوى القبلي، على المستوى الفكري، على المستوى بلد المليون شاعر. يا أخي لولا الظروف الاقتصادية ولولا مجموعة من الأمور ممكن نتحدث أنا وأخي أبي طالب فيها، لكانت موريتانيا وكان الوضع في موريتانيا وكان الموقف السياسي لموريتانيا غير ما هو عليه الآن. فشكرا لا على السماح لي بهذه لا المشاركة أخي أبي طالب، لا وأنا لا أحب دكتور أن لا أتمرن تغادرنا، لا تغادرنا 5 دقائق فقط احتراما لا للأخ العبيط، تغادر. لأنه تبقى معنا، ابقى معنا حتى نسمع كلمته. عندي جوج نقاط. أعتقد أن السؤال حول العلاقات الجزائرية الإيرانية، لك هذا هو الموضوع. هو خطور إيران للبريكس، لأجل أنها إيران لين تتحرر من العقوبات الاقتصادية، لها تعود وحش بالنسبة ل... هو بالنسبة له دخول إيران إلى البريكس هو نوع من فك الحصار عليها. نعم لا شوف، هو الدخول ديالها، أنا أعتقد أخي أبي طالب وأخي العزيز عبدو أنه معطى طبيعي، على اعتبار أن الصين هي من تدخلت في وساطة بين السعودية وبين إيران، وبالتالي أنا أعتقد بأن إدخالهم كان إدخالهم يعني هو استمرارية لمحاولة أن الصين يعني تكرس ذلك التحالف مع المملكة العربية السعودية ومع إيران. وأنت تعلم أخي العزيز أن السعودية لم يكن لها أن تذهب في اتفاق مع إيران، لأن إيران نعلمها بأنها كيان غير موثوق فيه، وبأن هذه ولاية الفقيه سبق لها يعني أن وقعت مجموعة من الاتفاقيات مع السعودية وانقلبت عليها، ونعلم بأن لها أجندات في المملكة العربية السعودية.
وكانت تبحث دائما على يعني فصل المنطقة ديال الإحساء التي تعتبر شيعية، وهي تعتبر بأن العرب لكل الفرق الشيعية في منطقة ديال الخليج العربي وحتى في المنطقة العربية. وبالتالي كانت أنا كان أعتقد بأن الفكرة هي الفكرة ديال الصين لإدخال هذا البلوك، هذا البلوك ديال إيران وديال السعودية. لماذا أخي العزيز؟ هذه النقطة لا يمكن فهمها إذا لم نطلع على الاستراتيجية الغربية في منطقة الأوراسي بشكل عام وفي منطقة ديال المشرق بشكل خاص. لأن حينما نرجع إلى ما كتبه زبيغنيو بريزينسكي في كتابه رقعة الشطرنج الكبرى، كان يحاول الاعتماد على إيران وعلى تركيا ويطلق عليهم أنهم محاور جيوسياسية. يعني هو فرق الكليزاكتور جيوبوليتيك الفاعلين جيوستراتيجيين والمحاور الجيوسياسية. الفاعلين الجيوستراتيجيين هي فرنسا، هي الولايات المتحدة، هي فرنسا، هي الصين، هي الهند، هي بريطانيا، وهي ألمانيا. كانت هذا هم، لا روسيا، الصين، الهند، فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، ليست بريطانيا، وألمانيا. والمحاور الجيوسياسية أذربيجان، بولونيا، كوريا، إيران، وتركيا. ويقول بأن هذه المحاور الجيوسياسية تعاني من مشكلة ديال العرقيات في الداخل، وهي هي مؤهلة لوقف التمدد الأصفر عن ولكن أنها تعاني من بعض المشاكل العرقية التي يجب أن نتدخل لحفظ كيان وبنية الدولة. لذلك هنا نقول أنه لم تكن هناك يعني نزاعات قوية ما بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والقضية ديال الرهائن، وكانت اللعبة ما بين الخميني وابن أخي أحمد رضا، علي رضا بسنديدة إذا أتذكر، والتقى مع إدارة ريغان في مدريد، وتم يعني طبخ القضية ديال الرهائن الذين أطلق سراحهم بعد ساعتين من الاختطاف. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترى في تركيا وفي إيران، إيران تضع يدها على 400 مليون شيعي، وتركيا تمثل ذلك الإسلام السني المعتدل، وبالتالي ممكن يدير ذاك لو فاردو، ذاك الجدار أمام التمدد الأصفر اللي هي الصين. من خلال انفتاح الصين على السعودية وعلى إيران، أنها ضربت بالمخطط الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوساطة السعودية الإيرانية التي كانت تعرقل هذه التحالفات، وهذا انضمامهم للبريكس أنه جزء من التنزيل ديال الرؤية الاستراتيجية للصين. لأن قلت أن السعودية لا تثق في إيران، ولكنها تثق في الضمانات الصينية التي قدمتها بكين بطبيعة الحال. لذلك أنا أقول بأن إيران حتى لو أنها دخلت لن تكون هناك استفادة أكثر مما تستفيد الآن، لأن تجارته كلها مع المشرق، مع الصين، مع الهند، مع يعني مع السعودية بطبيعة الحال. هناك تبادلات مع الإمارات، هناك تبادلات تجارية مهمة بين إيران والإمارات على حساب التعامل الإيراني الغربي، اللي هو على باعتبار بعد المسافة وباعتبار العلاقة التاريخية ليست هناك علاقة تجارية مهمة بين إيران وبين الدول الغربية. وبالتالي أنا أقول بأن إيران يمكن أن يكون لها بعض التنفس، ولكن هامش المناورة سيكون يعني جد جد قليل، خاصة مع وجود دول يعني مثل السعودية، دول مثل الإمارات، دول مثل مصر. يعني هذه الدول لا يمكن يعني أن تترك الحبل على الغارب بالنسبة للإيرانيين. أخي عبدو،